بالاطلاع عن اخر اخبار الشركات، تنوي امازون توظيف الطلاب والخريجين الجدد في وظائف هندسه البرمجيات لمستوى المبتدئين بالشركه في اطار تعزيز قوتها العامله. تسعى الشركه لجذب مواهب اصغر سنا، ومن المحتمل ان تكون بتكلفه منخفضه وفقا لمذكره داخليه صادره بدءا من 25 كانون الثاني 2023. حددت امازون فرص العمل الجديده في SDA، وهو اقل منصب في هندسة تطوير البرمجيات للطلاب في البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه إلى جانب الخريجين الجدد. وقالت المذكرة أن أولئك الذين يعملون بدوام جزئي أو برامج تنفيذية ولديهم سنوات من الخبرة العملية يمكنهم التقدم أيضا. وستعني هذا التغيير أن أولئك الذين أنهوا دراستهم الجامعية منذ أكثر من 12 شهر أن يتم اتخاذهم في الاعتبار اختيار تعيينات تلك الوظيفة. أوضحت المذكرة الداخلية أن التغيير عالمي وعلى المستوى أمازون، مشيرة إلى أنه يتم تطبيقه في جميع أنحاء الشركات. وأضاف فريق أمازون إس، وهو مجموعة تضم أكثر من 20 من كبار المديرين التنفيذيين وكبار قادة الموارد البشرية، القرار وهو سيتم الاستثناءات فقط بموافقة نائب الرئيس. يأتي التغيير في وقت إعادة هيكلة كبيرة في أمازون بعد إعلانها كانون الثاني بالاستغناء عن 18,000 وظيفة في أكبر عملية تسريح في تاريخ الشركة، كما أغلقت عدد كبير من المشاريع والفرق خلال العام الماضي من أجل خفض التكاليف وسط تباطؤ كبير في جميع أعمالهم.